نبات الرعب كما يسميه العرب أو الفقع، ويسمى الكماء نظرا لكونه ينبت مخبأ تحت الأرض، وهو نوع من أنواع الفطر كروي الشكل أملس يتنوع لونه بين الأبيض والبني، ينمو في مجموعات من 20 إلى 30 حبة بعد سقوط الأمطار الرعدية الموسمية بشهرين تقريبا على عمق قدم تحت الأرض، ويعثر عليه بتتبع أثر الشقوق في التربة التي تنتج عن نموه تحتها. ويستعين البعض بالكلاب المدربة التي تقتفيه مستدلة برائحته. في الجزيرة العربية دأب الناس على الخروج إلى الصحراء بعد كل موسم مطر والعودة بمحصول وفير من الكماء الأبيض الذي يعتبر أجود أنواع هذا النبات. أما أغلى أنواعه ثمنا فهو الأبيض الأوروبي الذي يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منه حوالي 3000 دولار أمريكي، والسبب في ذلك يرجع لكونه لا ينمو سوى شهرين في العام، وتتناقص كميته سنويا بسبب التهافت على جمعه وتغير ظروف المناخ العالمي. ويتميز الكماء الأبيض عن غيره بالنكهة والرائحة الرائعة، ولكن نظرا لارتفاع سعره فهو لا يقدم إلا في عدد قليل من مطاعم العالم الكبرى. نأتي إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكماءة من المن وماؤها شفاء العين. الكماءة من المن وماؤها شفاء العين. هذا حديث متفق عليه. والكماءة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين، قوله يعني من المن، يقال معناه أنه شيء ينبته الله من غير سعي أحد ولا تعب، يعني بمنزلة المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وماؤها شفاء للعين قيل معناه أن ماؤها يخلط بالأدوية فينفع، أو هو مباشرة ينفع. نأتي إلى أقوال العلماء في كيفية التداوي بالكماء. قال النووي في شرح صحيح مسلم، لأن الحديث فيه جاء في بخاري مسلم، باختصار طبعا باب فضل الكماء ومداواة العين بها، فيه قول صلى الله عليه وسلم: الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي رواية: من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل. هذا كلام النووي، يقول اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن، وشبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا تعب ولا تحصيل ولا زرع ولا سقي ولا غير ذلك ولا غير ذلك. وقيل من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. وقول صلى الله عليه وسلم وماؤها شفاء للعين قيل هو نفس الماء مجردا، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين، وقيل إن كان البرودة ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. والصحيح والصواب أن هو شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. وكلام للنووي ما زال: رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماء مجردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي، صاحب صلاح ورواية للحديث، صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله الماء الكماء اعتقادا في الحديث وتبركا به، والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي في شرح الحديث. أما الإمام الحافظ في الفتح عند شرح الحديث، لأن جاء الحديث في البخاري أيضا في كتاب الطب، قوله وماءه شفاء للعين للأكثر، وكذا عند مسلم، وفي رواية من العين أي شفاء من داء العين، قال الخطابي: إنما اختصت الكماءة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر
والعكس بالعكس، هذا كلام ابن حجر. قال ابن الجوزي في المزاد بكونها شفاء للعين قولان، أحدهما أنه ماؤها حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين، أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها، حكاه أبو عبيد. قال ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكماء يجلو البصر، ثانيها أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها، لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقي النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كماءة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن الجوزي وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كماء فاكتحل به فذهبت عينه. والقول الثاني أن المراد ماؤها الذي نبتت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربي به الأكحال، هذا أيضا رأي من آراء العلماء.